طبعا بدأت الفكرة في الملاكمة لأن طبعا أنا من بداية الثمانينات كنت رياضي، كنت ألعب طبعا لعبة كمال الأجسام طبعا انتقلت بعدها طبعا أثناء كمال الأجسام لعبت فترة كرة الثلاثة مصارعة، طبعا للأسف أصبت حينها في تمزق عضلات في قدمي، فيعني حالة ما بين إني أستمر في المصارعة. كان طبعا عندنا فريق ملاكم في النادي اللي كنت اتدرب فيه طبعا البولز، انتقلت تقريبا من 88 عام 88 انتقلت للعبة الملاكمة. بداية السنوات طبعا الحمد لله كانت أولى مبارياتنا لقاءاتنا كبطولة الضفة الغربية، جمعت قرابة 11 فريق من شتى أنحاء الوطن شمال الجنوب. طبعا أخذت الحمد لله حصلت يعني السنة حصلت على المركز الأول بطولة الضفة الغربية، ومن ثم طبعا انتقلت إلى مباراة كانت خبرتي في الملاكمة كلاعب يعني بسيطة جدا قرابة الأربع خمس سنوات فقط يعني لاعب، انتقلت بعدها طبعا للتدريب وبفضل الله طبعا الحمد لله بداية العام تقريبا 93 قمت طبعا إنشاء فريق ملاكمة في مخيم كولنديا، وبعدها هي يعني كانت نقطة الانطلاق كفريق ملاكمة. هنا طبعا بدات طبعا الاستمراريه في هذه اللعبه، ومنذ ذلك الوقت والحمد لله رب العالمين استطعنا انه كمان يكون عندنا انجازات عظيمه لفريق مخيم كولنديا. طبعا هذا الانتماء يعني هذا المخيم اولا ومن ثم روح الشخص الواحد للفريق في لعبه الملاكمه. بداية نهاية التسعينات طبعاً استطعنا الحمد لله أن نشارك يعني بطولات، طبعاً استطعنا أن نرفع علم فلسطين في المحافل الدولية والعربية أيضاً خلال فترة زمنية بسيطة جداً من خلال بعض أبطال هذا المخيم في بطولة التاسعة بطولة المملكة العربية الأردنية الهاشمية التاسعة بطولة عيد ميلاد الملك. طبعا استطعنا من خلال البطل أحمد حسني طبعا يشارك فيها مثلا مخيم كولنديا، كانت له طبعا أول قاضية وأسرع قاضية خلال 20 ثانية استطاع أنه يحسب على ضربة القاضية من أحد أبطال أو ممثل بطل قطر. بعد طبعا الحمد لله استطعنا طبعا أنه نمثل فلسطين في المحافل الدولية من خلال مشاركتنا مشاركة البطل أحمد حسني في بطولة آسيا. نعتمد على السن الصغير، يعني عندي بعض الأبطال الآن أنا بقول بعض الأبطال وفعلاً هو حقيقة الأبطال مستقبل إن شاء الله، يعني الشاب الصغير من عمر 11 عام يبدأ طبعاً يبدأ بتحضير البطولة. إحنا كان طبعاً عندنا يعني قبل تقريباً أربع أيام خمس أيام لقاء ودي طبعاً لقاء ودي مع أربع فرق من الوطن، يمكن طبعاً الجميع شاهد ذلك على وسائل التواصل، وبفضل الله طبعاً كان فريق كولنديا مميز جداً خلال الأداء اللي قدموه على الحلبة، طبعاً مع العلم إنه ليش أقول أطفالنا إحنا أبطالنا لأول مرة بيشاركوا يعني وبيلعبوا بيخوضوا نزالات مع خصم وليس مع زميل في داخل المنطقة، وحقيقة الجميع شاهد بأداء إخوانا وحبانا طبعا شهداء مخيم كولنديا تحديد جميعا دون استثناء، ولكن إنجاز أن نتحدث طبعا عن أبطال مخيم كولنديا في لعبة الملاكمة اللي طبعا للأسف يعني وبفضل الله والله يلحقنا فيهم جميعا. الشهيد طبعا ليث الشعاني، الشهيد حسين أبو غوش، والشهيد مصطفى.